الحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معنا مثال بسيط، المثال ده عاملين فيه فانكشن دي اسمها add numbers، حاطين فيها اتنين برامترز، البرامتر الأولاني اسمه A قيمته 2، البرامتر الثاني اسمه B قيمته 5، وفي النص عم معرفين متغير ومسمينه سي بيساوي حاصل جمع الاثنين برامتر اللي هيشغلوا لي الفانكشن، ومطلعين جمله اخراج لقيمه المتغير سي، وبعدين منادين على الفانكشن وحاطين قيم البرامترز واديني الناتج عباره عن 7. منطقي المثال ده عملنا فيه باسنج للبرامترز الاي والبي، يعني بنعمل باسنج للداتا جوه الفانكشن، يعني احنا بنحاول ندي انبوتس للفانكشنز، وكنا بنحط كمان او كنوا حاطين كمان جمله اخراج جمله اوتبوت، وبعد ما قفلنا الفانكشن رحنا عاملين كولينج ورحنا نادينا على الفانكشن. جميل ممتاز. من ضمن امكانات الفانكشن كاوبجكت انها تقدر ترجع داتا انت اديتها لها، يعني انت بتحاول تكلم الفانكشن وبتقول لها يا فانكشن بالله في داتا معينه عندك انا اديتها لك، انا بقى عاوزها. تنفذ الكلام ده ازاي؟ تنفذ الكلام ده ببساطة بجملة اسمها return statement. حلو، خلونا ننوم السطر ده وعايزك تركز معايا شوية. هناخد مثال بسيط جدا جدا جدا. المثال ده هنعرف فيه function. الفانكشن دي يا جماعة هنسميها مثلا something. الفانكشن دي اسمها something وراح نمرر فيها برامتر واحد بس، البرامتر ده يا جماعة اسمه x. حلو جميل. x ده هو اللي راح يكون الأمانة اللي راح نأتمن الفانكشن عليها. جوا الكيرلي بريسز راح نكتب أمر واحد وواحد بس، هو ايه بقى؟ راح نطلب من الفانكشن انها ترجع الامانه، انها ترجع قيمه البارامتر اكس return اكس ونفنش الامر. حلو كده؟ جميل خالص. زي ما متعودين الفانكشن طبعا مش راح تشتغل. ليه؟ لان احنا ما ناديناش عليها لغايه دلوقتي. نروح ننادي عليها. واحنا بالنادي هنحط قيمة الفاريبل اكس مثلا، هنخليها سترينج ونكتب فيها مثلا علي. طيب الناتج ما فيش حاجة برضو حصلت. طيب هو ما فيش حاجة حصلت ليه؟ بعكس الامثلة اللي فاتت، بعكس المثال اللي فوق. ببساطة لانه في الامثلة اللي فوق كان في اوامر اخراج، ادي دوكيومنت دوت رايت مكتوب امر اخراج. حلو. انما في المثال بتاعنا ده ما في اي امر اخراج. يا عم امال ريتيرن اكس دي بتعمل ايه؟ لا يا جماعه دي مش جمله اخراج، دي جمله ارجاع قيمه. طيب نطلع ازاي اللي موجود جوه قيمه الاكس، نطلع ازاي القيمه اللي احنا عايزين نرجعها؟ بسيطه خالص، باننا نستخدم اي امر من اوامر الاخراج. طيب جميل، هنيجي بقى عند الفانكشن، وخد بالك من الطريقه دي ربما انت تستغرب عليها. يعني هنروح كاتبين دوكيومنت دوت رايت مثلا واحد من ضمن اوامر الاخراج، ونروح فاتحين القوس ونمسح البريس، نمسح البرينتسيس ونقفل القوس، ونروح حاطين السيمي كولن. وبمجرد ما انت حطيت السيمي كولن لقيت ان الامر الاخراج بتاعك اشتغل. يبقى الغريب في القضيه انت بمنتهى البساطه الدال، او بلاش نقول الدال، الجمله هي ديت جمله ريتيرن يا جماعه بترجع قيمه انت اديتها للداتا. حلو. طيب ارجاع القيمه ده محتاج امر اخراج علشان تظهر القيمه على الشاشه عندك، انما الفانكشن نفسها ماشي انت بتنادي على الفانكشن، الفانكشن ما فيهاش غير
اني انا عايز ارجع قيمه اكس. طب قيمه اكس هتظهر للشاشه امتى؟ لما تستخدم امر من الاوامر الاخيره. علشان كده استخدمنا دوكيومنت دوت رايت وبعدين رحنا حاطين جوه البرنتسيز الفانكشن تبعها. يا رب يكون المثال واضح. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله.